السلطنة العثمانية تبتلع كل دول المشرق العربي وجزءا كبيرا من أوروبا. لا شيء يقف في وجه جيوش الانكشاريين. سقوط المدن واحتلالها ليس أكثر من مسألة وقت. دول إفريقيا العربية تتهاوى تحت سيوف العثمانيين تباعا منذ مطلع القرن السادس عشر. مصر عام 1517، الجزائر عام 1515، ليبيا عام 1551، وتونس عام 1574. الرغبة المحمومة لإتمام السيطرة على الشمال الإفريقي لا يشبعها إلا غزو المغرب الأقصى، لكن عام 1558 حمل النبأ الصاعقة للصدر الأعظم وسلطانه بالأستانة، فجيش العثمانيين الجرار سحق بسيوف الأشرف السعديين في معركة وادي اللبن التي أجهضت أي حلم عثماني باحتلال المغرب، لتبقى الدولة العربية الوحيدة التي لفظت العثمانيين وتكسر جيشهم على أسوارها. فلا اغتيال سلطان المغرب أحبط السعديين، ولا الأسلحة المتطورة والجنود المتمرسون والجحافل الجرارة أخافت المغاربة. فكيف أسهم الدهاء السياسي والعسكري لسلاطين المغرب في الحفاظ على استقلاله عن الإمبراطورية العثمانية؟ وماذا فعل جيش المغاربة ليسحق جيش القوة العظمى حينها؟ السعديون وبنو وطاس. بدأت حكاية عصيان الأشراف السعديين للعثمانيين عام 1550، عندما هاجم السلطان السعدي أبو عبد الله محمد الشيخ مدينة فاس وطرد منها بني وطاس الذين قبلوا التبعية للعثمانيين وخطبوا باسم السلطان العثماني سليمان القانوني فوق منابرها، قبل أن يتوجه أبو عبد الله الشيخ إلى الجزائر عازما على طرد العثمانيين منها، فحاصرت لمسان وكان له دخولها عام 1551 بعد أن حاصرها 9 أشهر ونفي الترك عنها وانتشر حكمه حتى وادي شلف. إلا أن كر العثمانيين عليه بالتزامن مع هجمات الأوروبيين جعله يعود بجيوشه إلى مقره في فاس ليركز جهوده على الدفاع عن المغرب أمام الهجوم العثماني من جهة والإسباني والبرتغالي من جهة أخرى. اغتيال الشيخ. تجمع مصادر التاريخ أن أبي عبد الله الشيخ كان كارها للعثمانيين حتى رأى بهم خطرا على العرب أينما حلوا، وهو ما تجلى في قوله بحسب المؤرخين: لابد لي أن أغزو مصر وأخرج الترك من أحجارها. وكان يطلق لسانه في السلطان سليمان القانوني ويسميه بسلطان الحواتة أي القوارب، لأن الترك كانوا أصحاب أساطيل وسفر في البحر. العداء الكامن بين الشيخ السعدي والقانوني لم يمنع الأخير من الانقلاب على حلفائه بني وطاس وإرسال كتاب إلى أبي عبد الله الشيخ يهنئه بالملك ويطلب منه الدعاء له على منابر المغرب ويكتب اسمه على السكة كما كان يفعل بني وطاس. فكان جواب سلطان المغرب السعدي ببضع كلمات: لا جواب لك عندي حتى أكون بمصر إن شاء الله، وحينئذ أكتب لسلطان القوارب. رد فعل السلطان القانوني لم يكن كما كان متوقعا بإرسال الفيالق والجنود، بل أخذ بنصيحة صدره الأعظم الذي أشار عليه باختيال أبي عبد الله الشيخ، فأرسل له جماعة من 12 قاتلا محترفا لاختياله مقابل 12,000 دينار مع رشوة صالح الكاهية، وهو قائد تركي انضم للسلطان السعدي بعد هزيمة بني وطاس. ولما وصلت سرية الاغتيال ادعت أنها تستجير بالسلطان، فأجارها أبو عبد الله الشيخ وأمر لكل فارس بالخيل والسلاح، وظلوا يدخلون عليه كل صباح يقبلون يده حتى اختلوا بالسلطان السعدي بجبل درن في غفلة من حراسه، فدقوا عنقه وحملوا رأسه إلى السلطان القانوني الذي علقه فوق باب قلعة القسطنطينية. وادي اللبن.
ما إن تخلص العثمانيون من السلطان السعدي الكبير حتى بدأوا التجهيز لغزو المغرب وإلحاقها بالسلطنة العثمانية، فيما لم يرفع الأشراف السعديون راية الاستسلام، بل بايعوا ابن السلطان المغدور الشريف أبو محمد عبد الله الغالب الذي واصل نهج والده بتقوية جبهته الداخلية وحشد قواته العسكرية، مصرا على التصدي للعثمانيين مع رفض بيعة السلطان سليمان القانوني الذي أرسل جيشه في مارس من عام 1558 لغزو المغرب، حيث عبر جيش الانكشاريين البحر المتوسط إلى الجزائر، فنزلت القوات بجزيرة باديس لتزحف عبر الجزائر بطريقها لفاس، وعلى رأسها والي العثمانيين بالجزائر حسن خير الدين باشا ابن خير الدين بربروسا. بينما في المغرب كان السلطان الجديد ابن محمد الشيخ قد انتهى من تجهيز جيشه وخرج على رأسه نحو الشمال قبل أن تنضم له قبائل مغربية رافضة دخول العثمانيين. وفي منطقة تيسا شمال مدينة فاس قرب وادي اللبن التقى الجيش السعدي ذو الإمكانيات التقليدية البدائية بالجيش العثماني الجرار المدجج بأحدث الأسلحة، فكانت صدمة سليمان القانوني بالانتصار الساحق للجيش السعدي قبل أن تنسحب فلول الجيش التركي إلى جزيرة باديس، ومنها عادت أدراجها إلى القسطنطينية لينتهي حلم العثمانيين نهائيا في ضم المغرب إلى إمبراطوريتهم. وأنت برأيك لماذا بقيت المغرب عصية على العثمانيين في أوج قوة السلطنة؟